بعداك اليوم خليتك تطعميني بإيدك لأنه جوعان، بس هذا الشيء ما بيعني إني رح رد على كلامك، لأني ما رح أتغير أبداً. ولما كنتي نازلة على الحفلة وقت اللي سافرنا على جيبور كمان ما كان بدي امنعك. أنا آسفة، بس أنا ما كان بدي أجي لأنك معصب مني. وقتها ما كنت معصب، أنا بس بوقتها كنت مجروح ومتضايق شوي، وبعد كل هالشي بعد ما حضرتك بلشتي تشربي وصرتي تخبصي بالحكي. شوف انت واحد عصبي. ما كنت معصب، بس الاهم من كل هاد انه لما الفليفلة الحدة اجت على عيونك بس ما صار شيء. شو بدك يصير اكثر من هيك؟ ها؟ شو انت ما في براسك عقل؟ لو انه صاير لك شيء كنت انا وقتها بالفعل كنت متضايق. وهداك اليوم لما هداك اليوم لما انا رضيت وبعدها ما عدت متضايق، شفت؟ هي رجعت عصبت مني. لا لا انا ما عصبت منك. خلص تعي تعي عدي هون. اسمعيني بارو، أنا كنت عصبي وتجاوزت حدودي، بس هالشي مو منك. أنا متوتر من حالي ومن تصرفاتي، ومنشان هيك إجيت وفشيت كل هالتوتر فيني. إيه يمكن أنا غلطت، بس يمكن؟ لا أنا قصدي طبعاً. ليكي بدي أقول لك شي، سكري عيونك شوي. لشو؟ عم قلك سكريون. لا ما بدي. شو رح تعمل؟ رح تعصب مني؟ لا 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 أنا قصدي إنه رح حاول إني ما أعصب. شوفي معي، هداك اليوم لما كنت عم تحكي انت وميتالي الصبح انا معقول كنت متخبي وعم تتسمع علينا؟ انت وقتها حكيتي عن الوقت المناسب ما؟ طيب اليوم منيح؟ كيف يعني منيح؟ لأنه هلأ هالشريط الأحمر عم بيضايق لي عيوني، عم بيوترني. وما عاد بدي ازعجك فيه.
لهيك آسف، لأنه غيرت موعود الزواج. بس أنا كنت متوحش معك. بس يا رودرا، حضرتك ما قدرت تنفذ ولا وعد. صح، ما قدرت، لأنه أنا ما كان بدي. باروليكي، أنا وبصراحة ما بعرف أي شيء عن الوعود الثمانية تبع الزواج، وحتى أنها ما بتعنيني. بس اليوم رح أوعدك وعد واحد بس. منغلم بغوان بشنو، منغلم جرد فجا، منغلم كندري كاكشا، منغلاية تنو هري. منغلم بغوان بشنو، منغلم جرد فجا، منغلم كندري كاكشا، منغلاية تنو هري. أنا وأنتي ما رح نفترق. شبكي؟ ليش عم تبكي؟ لا تبكي، هلأ شو رح تعمل؟ رح ترجع تعصب علي؟ لا تحكي، شبكي؟ مفكرة بس انت يلي مسمح لك انه تعملي هيك؟ يعني شو المشكلة؟ كل شي منيح وحلو وظابط. لا مو هيك. مو هيك؟ كيف بده يكون يعني؟ انت وقت اللي اخذتني على جيبور رقصتني على موسيقى اجنبية، بعدها مومباي ورجيتني اكتر من 10 أنهار فيها، ولهيك هلأ لازم تعمل لي شي مميز أكتر من هدول. بارو، حاجة تحكي بالألغاز، قولي شو بدك؟ حاجة تضحكي؟ لك أنا ما عصبت عليكي، بس عليت صوتي شوي. هذا أنا مو معصب. طيب خدي وقتك وفكري، وبعدها قولي لي شو بدك لحتى ساوي. يلا احكي بقى. تلج بعدك رح ارضى اذا بينزل تلج. انا مرة حضرت هالشي بفيلم لما كنت بالضيعة، بينزل من السماء مثل قطن وبيحب الدنيا وبيصير. انتبهي، شو انا ساحر ولا معي الفانوس السحري؟
بارو بارو لا على شو عم تضحكي؟ لأنه اليوم عن جد بعرف مشاعرك اتجاهي. يعني شو عم حس تجاهك؟ وانت كمان شو أنا كمان؟ إنه أنت مثلي شو صار؟ ليش سكتتي هيك؟ كنتي عم تحكي معه؟ ليك مالي انه ما تلمسني؟ صوتك كيف بدي اقول لك هالشي هاد؟ يعني أنت مثلي كمان قصدي يعني أنت طلعت بتحبني بس تقرب مني أنا صوتي بيروح وما بقى يطلع معي ولا كلمة ايه ولهيك انت لازم تتعلمي تهدي
في داعي. رتبته. معصب مو؟ ايه وانتي فيكي تعملي شي لحتى تهديني. مثل شو؟ اي شي. اي شي؟ اي شي. وقت كتير لحتى رقت. Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.